للوقوف أكثر على المشروع الذي أعلنت عنه كل من السعودية والهند والولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وكذلك أثره على مشروع طريق التنمية، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الخبير الاقتصادي الأستاذ زياد الهاشمي. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. كيف ترى مشروع الممرات الخضراء الذي طرح في قمة العشرين؟ نعم، تحياتي أخي الكريم وتحياتي للمشاهدين الكرام. يعني بطبيعة الحال هذا المشروع ليس وليد اللحظة، ليس وليد الأمس الحقيقة. هذا المشروع أخذ الحقيقة حيزا زمنيا طويلا، المفاوضات بين الدول الخليجية وبين الهند بشكل مباشر، دخلت على الخط الولايات المتحدة الأمريكية لإنضاجه ولدعمه، وتم توقيع يعني مذكرة التفاهم يوم أمس. بالتأكيد هذا المشروع الحقيقة يحتوي على يشمل أبعاد كثيرة. العامل الجيوستراتيجي هو العامل أو المحفز الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة، والعامل الاقتصادي هي المحفز الرئيسي بالنسبة للدول الأخرى. التنافس الاقتصادي على منطقة الشرق الأوسط وحتى على منطقة جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، على مسألة سلاسل الإمداد وحركة البضاعة بضائع وحركة التجارة بين هذه الدول وبين الجانب الأوروبي، هي الحقيقة ساحة واسعة وكبيرة للتنافس. فلذلك هذا الخط الحقيقة عندما تم إطلاقه تحرك مثل ما هو معلوم بثلاث محاور: محور الطاقة النظيفة، ومحور تبادل البيانات، والمحور الآخر هو تبادل البضائع. بالنسبة للطاقة، اليوم السعودية تعتبر واحدة من الدول المنتجة للطاقة النظيفة، الهيدروجين في منطقة نيوم، لذلك لديها البنية التحتية والفوقية الحقيقة للمشاركة في مثل هذا المشروع من خلال ربط مع الجانب الهندي وكذلك مع الطرف الأوروبي. كذلك مسألة مد يعني الكابلات الضوئية لنقل البيانات بين شبه القارة الهندية وحتى منطقة جنوب شرق آسيا باتجاه أوروبا مرورا بالخليج. مسألة الربط السككي أو ما يتعلق بجانب النقل الدولي، هنا يعني المسألة تحتاج إلى بعض الملاحظات، كون أن التجارة الدولية وحتى التجارة المنطلقة من شبه القارة الهندية باتجاه أوروبا تعتمد بشكل رئيسي على النقل البحري، على المرور من خلال قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا. لكن حسب رأيي وحسب اطلاع على المفاوضات التي حدثت خلال السنوات الماضية بين الهند وبين الإمارات وبين الهند وبين السعودية، أن الهدف هو الدخول في عمليات لوجستية وعمليات قيمة مضافة، بمعنى أن يكون هناك مشاركة في مسألة التصنيع بين الهند وبين هذه الدول الخليجية، ويتم إعادة التصنيع من الموانئ المحورية في الدول الخليجية باتجاه أوروبا. أما مسألة النقل البحث، بمعنى النقل استلام البضاعة من الهند ونقلها سككيا باتجاه ميناء حيفا، هذا اعتقد نحن يعني كخبراء في النقل الدولي لا نجد ان هناك نوع من الجدوى الاقتصاديه في هذه المساله. نعم. طيب، ما مدى تقاطع هذا المشروع المقترح مع المشروع الصيني وطريق التنميه الذي راهن عليه رئيس الحكومه في العراق محمد السوداني؟ نعم، إذا نأخذ الإطار الدولي بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، نجد أن ربما أحد المحركات التي حركت الجانب الأمريكي لدعم هذا المشروع هو قطع الطريق على الجانب الصيني في مسألة التوسع اقتصاديا على مستوى العالم، لا سيما في آسيا، في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. من خلال هذا الاتفاق الأخير أو الممر التجاري بين الهند وبين دول الشرق الأوسط، الهدف الحقيقة هو محاولة تحجيم دخول الصين في شراكات اقتصادية مع دول جديدة في المنطقة لإنشاء مشاريع استثمارية، مشاريع بنية تحتية، مشاريع تنموية وصناعية وغيرها. وبالتالي العامل الأمريكي أو الفاعل الأمريكي يرى أن هذا قد يكون بديلا مفيدا أو بديلا يعني مناسبا للدول لكي تدخل في شراكات مع الدول الخليجية الحليفة الولايات المتحدة ومع الهند كذلك، بالإضافة إلى الدول الأوروبية. هذا يعني محاولة مثل ما ذكرت هو قطع الطريق بالنسبة للصين. بالنسبة للعراق، العراق الحقيقة وضعه متأرجح في هذه المسألة مثل ما هو معروف، التردد واضح،
أبواب الفساد كبيرة الحقيقة، تمنع أي مسؤول يحاول ربما أن يقوم بأي اتفاقات مع الجانب الصيني تحت مظلة مذكرة، تحت مظلة مبادرات الحزام والطريق. يعرف أن هناك ربما أبواب كثيرة للفساد قد تفتح من خلال هذه الاتفاقيات، وبالتالي هناك تردد، هناك عدم رغبة، هناك يعني عدم وضوح للرؤية. لا يوجد لحد الآن رؤية داخل العراق، ما هي المشاريع التنموية المطلوبة التي يمكن الدخول مع الصين في شراكات؟ هل هي تتعلق بالمشاريع التنموية، الصناعات، مراكز اللوجستية، خطوط النقل، المطارات؟ لا يوجد الحقيقة رؤية وضع، كلام عام، كلام موجه للإعلام. وبالتالي في ظل هذا الوضع العالم يتحرك، الدول المحيطة تتحرك بخطوات متسارعة، والعراق للأسف من خلال الحكومة الحالية وأدائها الضعيف لا زالت تراوح في مكانها. هناك من يرى أن مشروع الممرات الخضراء الذي طرحته قمة العشرين هو بالأساس لإضعاف النفوذ الإيراني، ومن يقف وراء النفوذ الإيراني، هل ممكن أن يتحقق ذلك؟ إلى أي مدى ممكن، يعني إضعاف اقتصاديا، إلى أي مدى ممكن أن يتحقق ذلك؟ المفارقة هنا أن الصين، أن الهند يعني عند توقيعها أمس مع مذكرة التفاهم مع دول الخليجية كانت قد وقعت اتفاقية سابقة مع إيران ومع روسيا لفتح يعني ممر ما يسمى شمال جنوب، يربط الموانئ الهندية من خلال ميناء جبهر الإيراني، ومن ثم ربط السككي باتجاه الحدود الشمالية لإيران، ومن هناك حتى وصولا حتى موسكو. فلذلك الحقيقة الهند لديها مثل ما هو معروف علاقات جيدة مع جميع الأطراف، مع المعسكر الشرقي ومع المعسكر الغربي كذلك، وبالتالي هي تتعامل ببراغماتية اقتصادية يحقق لها كافة مصالحها. لذلك لا أجد من خلال الاتفاقية الجديدة أي تعارض الحقيقة أو قطع طريق على الجانب الإيراني. إيران استثمرت بالمناسبة مبالغ كبيرة ودخلت مع شراكات استثمارية مع موسكو ومع الهند كذلك، تطوير بحدود 15 مدينة حرة ومدينة صناعية داخل إيران، 5 مشاريع كبرى للسكك. عملت إيران الحقيقة مشاريع كبيرة يعني داخل إيران لإنجاح هذا المشروع، والمشروع فعليا قد بدأ يعني الحقيقة لنقل البضائع من الهند باتجاه موسكو. ما الأثر الذي سيشكله هذا المشروع على الحالة التنافسية لميناء الفاو؟ الكثير من الخبراء الاقتصاديين يعني تحدثوا عن حالة ربما تنافسية يشهدها ميناء الفاو أو هي تنافس هذه المحاور، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ نعم، من بداية طرح مشروع طريق التنمية وميناء الفاو والشعارات التي تتبعها الحكومة العراقية من أن هذا الغرض من هذا الطريق وهذا الميناء هو ربط الشرق والغرب من خلال العراق، كنا نذكر يعني نحن كمتخصصين في النقل الدولي أن هذا النموذج يعتبر نموذج يعني متقادم. اليوم العالم لديه مسارات البحرية المعروفة التي تسير بعيدا عن الجغرافيا العراقية، وبالتالي لا يمكن حرف هذه المسارات التي تنطلق من الصين بحرا باتجاه يعني قناة السويس ومن ثم إلى أوروبا، لا يمكن حرفها وإدخاله داخل خليج مغلق يعني الخليج العربي. وبالتالي يعني الحقيقة كتبنا كثيرا وتكلمنا في هذه المسألة، لكن هناك يبدو إصرار على المضي قدما بهذا المشروع. المشروع بكل الأحوال إن تم افتتاحه لن يكون مفيدا إلا في مسألة ربط التجارة الإقليمية، الربط بين التجارة التركية أو الصناعات التركية وبين يعني الدول الخليج العربي، وهذا أكد اليوم التصريحات الرئيس التركي أردوغان عندما ذكر بشكل واضح أننا نعمل مع العراق على افتتاح طريق التنمية لربط التجارة التركية مع السعودية. هذا يعطينا يعني بشكل واضح كيف تتحرك الدول المحيطة التي لديها استراتيجيات نقل. للأسف العراق لا يملك استراتيجية ولا رؤية واضحة بالنسبة لمستقبله في قطاع النقل، وبالتالي يتم فرض يعني متطلبات ومصالح الدول الأخرى من خلال العراق. لا يستطيع العراق أن يرفض الحقيقة الربط مع المنظومة الخليجية ومع منظومة السكك الخليجية، لأن تركيا ستطالب
أن العراق عندما يرتبط مع المنظومة منظومة السكك التركية يريد في المقابل أن يرتبط طريق التنمية مع السعودية حتى يتيح له ذلك لإيصال تجارته أو منتجاته التركية باتجاه دول الخليج. فلذلك حسب رأيي أن الطريق الهندي الخليجي لن يتقاطع كثيرا، لأن الحقيقة طريق التنمية بأحسن حالاته هو طريق إقليمي وليس للربط الدولي. طيب أستاذ زياد، يعني بحسب مراقبين وخبراء اقتصاديين، يعني هذه المشاريع التي نتحدث عنها منها مشروع التنمية أو طريق التنمية في العراق، هذا المشروع كان مطروحا منذ سنوات طويلة، ولكن يا ترى حكومات متعاقبة على مدى 18 سنة أو 20 سنة لم يتم تنفيذه على الأرض مع أن له فوائد اقتصادية عظيمة، ما الذي منع ذلك؟ هل فقط ملفات الفساد؟ يعني هل الحكومة مكتفية ب يعني ملفاتها بوضعها بالاستفادة من واقعها، لا تريد أن تنفذ مشروعا ثم فيما بعد هي مطالبة أن تجني أو تكشف عن واردات أو مخرجات هذا المشروع؟ يعني كيف تنظر إلى الأمر؟ نعم، بطبيعة الحال ربما ذكرت يعني سابقا أن العراق يفتقد إلى استراتيجية للنقل. افتقاد أي بلد الاستراتيجية للنقل يؤدي إلى هذه النتائج. لا يوجد للدولة رؤية ولا خطة ولا يعني منهاج واضح يساعدها على أن ترسم سياساتها الاقتصادية المتعلقة بالنقل. طيب هذا التلك وهذا التأخير بالحق. العراق معروف عنه بلد العقول، هل من المعقول أنه لا يملك بسبب عدم القدرة على وضع استراتيجيات؟ هي الحقيقة لا تتعلق فقط بمسألة العقول، مسألة النقل الحقيقة قطاع تنافسي جدا يحتاج إلى مواكبة مستمرة. العراق للأسف طوال 50 عام الماضية يعتبر بلد معزول من منظومة النقل الدولية. هنا لا أتكلم على منظومة محلية للنقل من خلال استلام البضاعة من الموانئ ومقصر وتوزيعها داخل العراق، أتكلم على منظومة النقل الدولية. هذه صناعة النقل الدولية تطورت بشكل هائل الحقيقة، وحدثت طفرات كبيرة فيها. العراق متأخر جدا في هذه المسألة. الآن يحاول العراق أن يلحق بركب صناعة النقل الدولية وطرح هذه المشاريع، لكن الحقيقة نتكلم أن العراق بسبب افتقاده لهذه الاستراتيجية لا يعلم أن المشروع الذي يطرحه اليوم لا يواكب متطلبات صناعة النقل الحديثة. صناعة النقل الحديثة فيها ارتباطات لسلاسل الإمداد، فيها الكثير من المعايير والضوابط والمحددات التي للأسف عندما نتحاور مع المسؤولين في اللقاءات نجد أنه يعني يفتقدون للرؤية وعدم المعرفة كيف يسير العالم. اليوم وزارة النقل العراقية ذكرت بعد تصريح الرئيس أردوغان أنه لا يوجد ربط مع السعودية، وهناك ربط مجرد مع تركيا حتى نصل إلى أوروبا. مسألة هذه الشعارات أن العراق يريد إيصال بضاعة إلى أوروبا قبل أن يضمن حاوية واحدة، قبل أن يتحرك العراق باتجاه إنشاء هذا المشروع، لم يجب أن يكون هناك تحرك على الأسواق الإقليمية والأسواق الدولية لمعرفة كم يمكن أن يعني يحصل العراق على حصص سوقية ليتم نقلها من خلال العراق. لم يحدث ذلك الحقيقة. ما لدينا هو مجرد مخططات ورسومات هندسية وحديث عن قطارات وعن سكك حديد دون تفكير بأهم جزئية في صناعة النقل الدولي، ألا وهي الحصص السوقية، حصص التي تتنافس عليها الدول والشركات الكبرى وسلاسل الإمداد. هذه الحقيقة مشكلة كبيرة تؤدي في النهاية إلى فشل المشروع وفشلا ذريعا الحقيقة. شكرا جزيلا لكم عبر سكايب من لندن الخبير الاقتصادي الأستاذ زياد الهاشمي، شكرا لكم.